مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة، نتواصل مع تواصل هذه الأشواط في هذا اليوم وشوطنا السابع ضمن انطلاقات هذا اليوم وضمن تحديات ومنافسات هذه الفترة الصباحية. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذا شوط ومخصص للحيل ضمن أشواطنا العامة، بداية مع المركز الأول. وهذا شوطنا السابع كما ذكرنا، نبدأ مع مقدمة هذا الشوط. المركز الأول، الشحانية تعود ملكيتها لحمد بن جوعان بن كليفيخ الخيارين، من يتواجد على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. نتابع المركز الثاني، الدور والنقلة هنا مع دمعة لناصر بن سالم المكسور. أما على المركز الثالث فالتواجد من سرابة لحمد بن ناصر الفزير المري. على المركز الثالث رابعا التواصل هنا على المركز الرابع من أسرار لراشد بن علي بن دلوان المري، مع أسرار ومع انطلاقة أسرار يصل شعار بن مرخان. على المركز الخامس هنا مع رمز تعود ملكيتها لسيف بن جعفر بن مرخان الكتبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا أيها الإخوة الأفاضل، نتيجتنا في هذا الشوط. نعود وإياكم إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الانطلاق. هنا المكسور غير مجريات هذا الشوط، المكسور بشعاره دمعة ناصر بن سالم المكسور مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول. هنا على المركز الثاني الشحانية حمد بن جوعان بن كليفيخ الخيارين، من يتواجد على المركز الثاني وعلى الانطلاق الثاني. ثالثا مشاهدينا الكرام، تصل أسرار لراشد بن علي بن دلوان المري مع أسرار ومع انطلاقة أسرار، ولديها الأسرار التي لم تظهر حتى هذه اللحظة. نتابع المركز الرابع، يصل شعار بن مرخان، هنا سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي مع رموز وليس رمز، إنما اسمها رموز. على المركز الرابع نتابع المركز الخامس، من تتراجع هنا مشاهدينا الكرام، تتراجع سرابة لحمد بن ناصر ألف زير المري، من تحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتيجتنا الثانية للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى المقدمة، نعود إلى ندائنا الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنا دمعة ناصر بن سالم المكسور مع دمعة ومع انطلاقتها في أول المراكز في المقدمة وفي الصدارة. دمعة تعود ملكيتها لناصر بن سالم المكسور المري مع أول المنطلقين. هنا الشحانية لحمد بن جوعان بن كليفيخ الخيارين، من تتواجد على المركز الشحانية لحمد بن عوجان بن كليفيخ الخيارين، من تتواجد على المركز الثاني. نتابع وإياكم المركز الثالث، الوصول هنا والقدوم من أسرار لراشد بن علي بن دلوان المري على المركز الثالث. رابعا الوصول على المركز الرابع من رموز لسيف بن جعفر بن مرخان الكتبي، من تتواجد على المركز الرابع. الوصول والقدوم من مسيرة لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، مع هذه المسيرة من تسير هنا مع الخمسة المراكز المتقدمة. نعود وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط وإلى الانطلاق الأول والصدارة. يا سلام، هناك المكسور مع المركز الأول، المكسور ولكن هناك من الجانب الأيمن، من الجانب اليمين الشحانية حمد بن عوجان بن كليفيخ الخيارين، هنا مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط جنبا إلى جنب لدمعة مشاهدينا الكرام. هذه دمعة من تحتل المركز الثاني، دمعة تعود ملكيتها لناصر بن سالم المكسور هنا على المركز الثاني. وثالثا
مع بن مرخان وشعار بن مرخان، سيف بن جعفر بن مرخان الكتبي مع رموز، رموز رموز من تأتي على المركز الثالث وما أطلق عليها اسم رموز الله يقدها يا جماعة، الله يكفو. هذه رموز لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي على المركز الثالث. رابعا الوصول هنا من الظبي لمتعب بن طالب بن شريم المري، مع انطلاقة الظبي تصل هنا مسيرة تحتل المركز الخامس، مسيرة تعود ملكيتها لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيرين. من تأتي على المركز الخامس؟ هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، نتيجتنا الرابعة لهذا الشوط في هذا المسار ومن مسافة 6 كيلومتر. هذه مسيرتنا وهذا هو ندانا، بينما نعود وإياكم إلى الشحانية، الشحانية في أرضها وبين جمهورها مشاهدينا الكرام. هنا تحتل المقدمة حمد بن عوجان بن كليفيخ العتيبي من تحتل المركز، أو هنا حمد بن عوجان بن كليفيخ الخيرين مع المركز الأول. إذن حمد بن عوجان بن كليفيخ الخيرين مع الشحانية، ومع انطلاقة الشحانية في أول المراكز. يا سلام، هنا التغيير مع رموز، رموز لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي. من قيرت على المركز الأول؟ من قيرت على صدارة هذا الشوط على الانطلاق الأول مشاهدينا ومتابعينا الكرام؟ بينما هنا على المركز الثاني الظبي لمتعب بن طالب بن شريم المري، وعلى المركز الثالث وصلت مسيرة لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيرين، وعلى المركز الرابع وصلت العنود عبد الله بن سعيد بالأسود المري، وعلى المركز الخامس هنا القدوم من رمز لرياض بن ثامر السعدون. يا سلام، نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، أسماء كبيرة، أسماء عملاقة مشاهدينا الكرام، أسماء لها تاريخها. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا المسار 1200، وهنا رموز، رموز مع المركز الأول، رموز مع الانطلاق الأول، مع أول المنطلقين. هنا تعود ملكية رموز لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي، وهنا على المركز الثاني. يا سلام، مرحبا بالعنود وبقدوم العنود عبد الله بن سعيد بالأسود المري. هذه العنود صاحبة التاريخ، صاحبة الإنجازات. أهلا أهلا بقدوم عنود الجمهور، عنود الجماهير مشاهدينا الكرام، صاحبة أول أشواطنا في المحلي الماضي. يا سلام يا عنود بالأسود، عبد الله بن سعيد بالأسود المري مع العنود ومع انطلاقة العنود. يا سلام، هذه صاحبة تاريخ، صاحبة إنجازات، ولكن الوضع ما يطمن يا راعي العنود، الوضع خطير للغاية هنا بشاير عامر بن سعد الرفادة. يا سلام الله، عامر بن سعد الرفادة من الجانب الأيمن، ولكن العنود، العنود يا جماعة، العنود ما تطيع تسلم المركز الأول. يا سلام، العنود صاحبة التاريخ، يا سلام هذه العنود، العنود وهناك بشاير، بشاير من الجانب الأيمن، العنود هنا من الجانب الأدنى. يا سلام، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، بشاير 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 مع المركز الأول. عادت العنود مرة أخرى، تعود مرة أخرى العنود، العنود وبشاير، بشاير 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 مع الناموس. العنود هنا على المركز الثاني، اللحظات الأخيرة. يا سلام، عامر بن سعد الرفادة يستاهل الناموس بو سعد على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت العنود عبد الله بن سعيد بالأسود المري. المركز الثالث مسيرة لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيرين. المركز الثالث تصل رموز لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي. المركز الرابع أو المركز الرابع رموز لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي. المركز الخامس تصل على المركز الخامس رمز لرياض بن ثامر السعدون. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود وإياكم إلى بشاير ولحظة وصولها إلى خط النهاية. 9 دقائق 32 ثانية، 40 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعامر بن سعد الرفادة على فوز
بشاير على المركز الأول، المركز الثاني وصلت العنود 9:32 64 جزء من الثانية. تهانينا لمالك العنود عبد الله بن سعيد بن الأسويد البري. أما المركز الثالث فوصلت مسيرة 9:33 52 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مسيرة منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين.